مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أرحب بكم في حلقة أخرى من لقاء خاص. معي هذه الليلة الأستاذ هاجر القايد، عضو لجنة الحوار. أهلا بك بداية وشكرا لك لقبولك دعوة البرنامج. أهلا وسهلا. نبدأ من تشكيل واختيار لجنة 75 التي اخترتي أنت من ضمنهم، وعدت للمشهد السياسي بعد أن توقفتي عن الخوض فيه لمدة 7 سنوات. كيف جاء الرجوع وكيف شكلت هذه اللجنة ومن أين تستمد شرعيتها؟ سؤال طويل بس عشان خليك تردي براحتك. نجاوب على بداية السؤال. هو طبعا أنا خارج المشهد السياسي، أكيد المتابعين اللي تابعوا في المشهد السياسي من يوم انتهاء الزمن المحدد المتفق عليه في 7/2/2014 قدمت استقالتي الإعلامية وليست القانونية، وهناك فرق ما بين الاستقالة الإعلامية والقانونية. الاستقالة الإعلامية هي يعني غير منصوص عليها في اللائحة الداخلية، لكن هي التزام أخلاقي بينني وبين المواطن الذي انتخبني. لكن رأيت أن ألتزم بحقي القانوني في تمثيل من انتخبوني، لأنني كنت عضوة منتخبة في قائمة سياسية لحزب سياسي، وكان يعني هناك رأي يقول بأن من الصعوبة الاستبدال في ذلك الوقت، كانت المرحلة السياسية حرجة، فاحتفظت بالحق القانوني للناخبين، ورأيت حقي أن أنسحب أيضا لأجل مطلب الشارع في ذلك الوقت برفض التمديد، وكان موقف سياسي أكثر من أنه هو شيء. أو رأيت أيضا أنه في ذلك المرحلة لم يعد شيء نستطيع أن نفعله في ذلك الوقت، وكان يجب العبور إلى مجلس تشريعي آخر موحد. نفس النقطة التي عدت إلى السياسة منها الآن. طيب، شكلت هذه اللجنة وصوتتم على 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 قائمة، والآن هي تمارس مهامها. ما أود الحديث عن هنا ليس طريقة الاختيار أو أي مادة مستهلكة، ولكن أريد الحديث عن اللجنة القانونية ومهام اللجنة القانونية. أنت حضرتك في اللجنة القانونية المنبثقة عن لجنة 75، أنتو 18 في حد مستقيل أعتقد، كي 17 كنتوا تقوموا ب يعني اجتماعات افتراضية على الزوم، على تقنية الزوم، ممكن من ديسمبر إلى الآن. ومنذ فترة مضت ما بين 7 و9 أبريل قمت بأول اجتماع مباشر في تونس. حدثيني عن هذا الاجتماع، صار عليه كلام واجد. هو بداية قبل ما نحكي لك على الاجتماع وما حدث في الاجتماع، هي يعني تركيبة 75 في حد ذاتها. أنت سألتني في السؤال الأول على موضوع 75، تشكيل 75. 75 في حد ذاتهم تشكيلتهم كانت من وجهة نظري كانت ناجحة للبعثة. نقول لك ليش؟ لأن اعتمدت على شقين، الشق المؤسساتي والشق السياسي. المؤسساتي هي أخذت من كل المؤسسات الشرعية في هذا الوقت الموجودة، اللي هي مجلس الدولة ومجلس النواب، أعضاء ممثلين من هذه الأجسام، وأخذت مستقلين سياسيين بارزين في عدة مراحل، يعني عبر 9 سنوات الماضية من الثورة إلى هذا التوقيت، كانوا هم يعني بشكل أو آخر ليهم عندهم دور بارز. يعني تقدر تقول إن الأعضاء اللي كانوا حادثي عهد بالسياسة واخدوهم يعني مشاركة من المجتمع المدني أو يعني الناس ما يعرفوهمش، لا تتعدى نسبتهم 5% من الملتقى السياسي 75. هم صح
كان في نوع يعني مش ما نقولش ضعف، ولكن يعني عندهم تجربة بسيطة في السياسة، فما يتوفرش لديهم ذلك العمق عندما نختلف وعندما نتفق، فكان يسبب لهم شوية صدمة هما توافقنا أو اختلافنا. طبعا 75 هذوما كانوا من أطراف الصراع المختلفة، من المسارات السياسية المختلفة، ومن المشاريع السياسية المختلفة، يعني سواء كان من المشروع السياسي للدولة المدنية أو الإسلام السياسي. فكانت أنا نشوفها كانت تركيبة ناجحة، ولهذا توصلت. والأهم من هذا إن لما تجيب أنت اللي كان جزء من المشكلة هو الذي يصنع الحل، لكن ما حدث مثلا في الصخيرات تأزمت شوية الأزمة، إن كان في كثير من الأعضاء ليس لهم علاقة بالتفاصيل. يعني اليوم احنا مثلا في 75 جالسين، تقدر تقول 75% من الموجودين في 75 هم لديهم تسلسل في الذاكرة لكل المختنقات اللي مرينا بها السبع سنوات الماضية، فلدي يعني فترسخت لديهم يعني نتاج هذه المرحلة الطويلة حلول، يعني ترسبت لديهم أو أنتجت ذاكرتهم أو تفكيرهم أنتج حلول لهذه المرحلة، أو مضطرين إنهم يتحملوا المسؤولية التاريخية أمام هذا الشعب للوصول إلى هذه المرحلة، لأنهم أعضاء مجلس دولة، أعضاء مجلس نواب، سياسيين بارزين في الأحزاب وفي المشاريع السياسية. فكانت أنا نشوف إن السيدة ستيفاني نجحت في تركيبة هذه اللجنة. فقط عندي تحفظ واحد، عمرك في يعني أنا يعني أؤيد مشاركة أكيد أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب في التشكيلة الأساسية اللي هم كانوا 13 عن 13 الدائرة مشاركتهم، لكن كان في زيادة لعددهم بعدين، تمت إضافة مجموعة منهم بشكل فردي اللي هم اللي شاركوا في حوار مونترو واللي شاركوا في حوار زنيجا وما إلى ذلك. هي عندها وجهة نظر نحترموها، إن هم أعضاء في اللجنة الدستورية التي سنتحدث عنها وأعضاء في لجنة المناصب السيادية بعضهم، لكن في نفس الوقت زيادة عددهم في 75 كان نوعا ما من ناحية إيجابي ومن ناحية سلبي. من ناحية إيجابي كانوا هم يعني يساعدونا في وصول فكرة خارطة الطريق لمجلس الدولة لزملائهم في مجلس الدولة ومجلس النواب. في جزء سلبي هو تقاطع المصالح، المستقلين لدينا إرادة سياسية حقيقية ورغبة حقيقية في الوصول لليبيا بانتخابات لتوحد المؤسسة التشريعية، لكن هم أصحاب يعني مصلحة في مؤسستهم التشريعية واستمرار قوتها، ولو أن في الكثير منهم فعلا لديهم الرغبة في التغيير وتوحيد المؤسسة التشريعية. نعم. بالنسبة للجنة 75 هي مشكلة من اللجنة القانونية في 75 هي مشكلة من 18 عضو، كل الأعضاء مستمرين. السيد عبد الرزاق العرادي أعلن على صفحته انسحاب الفترة الماضية وتم إقناعه بالعودة، نفس الشيء السيدة إلهام السعودي الآن انسحبت، لكن بإذن الله حنتواصلوا معها لعودتها. اللجنة اجتمعت، لم يكن لها حضور في تونس إلهام السعودي، لم تحضر في تونس، كانوا في العديد من الأعضاء متغيبين نتيجة ظروف صحية، لكن كانوا محاضرين معنا. شاركت بالزوم. يعني معكم إلهام في لا كانت لا إلهام نعم. لم تحضر، لكن الأعضاء الآخرين يعني معلومتي صحيحة 17 في تونس، 17 في تونس لا مش 17 في تونس، العدد الكلي في الاجتماع في وحدين معكم خشوا معكم افتراضي. نعم عبر الزوم أكيد كانوا في أعضاء حاضرين عبر الزوم. يعني كان بشكل جيد، كانت يعني الاجتماعات صارت أعتقد بشكل إيجابي أكثر من أي يعني وقت آخر
بصراحة كان في أوقات مرينا باختلافات عصيبة في اللجنة، لأن الاختلافات بيننا جوهرية، لكن الحقيقة كانت في إرادة وطنية واضحة من الأعضاء في اللجنة لإنجاح المسار، لإنجاح القاعدة الدستورية للوصول للانتخابات 24 ديسمبر. فكانت في تنازلات من كل الأعضاء للوصول لصياغة توافقية، لأن هذه الصياغة التوافقية الذي يعلم عالم السياسة هي صياغة صعب الوصول إليها بين فرقاء سياسيين لديهم خلافات جوهرية في المشروع السياسي عبر 9 سنوات ماضية. أنا شخصيا أسمي اللجنة القانونية لجنة الصقور، لأن هي لجنة فيها أعضاء سياسيين لديهم باع طويل في المشهد السياسي وأصحاب مشاريع وأصحاب أفكار سياسية، مش فقط هم دخلاء على عالم السياسة اليوم، هم صقور السياسة في ليبيا. فكان عمل اللجنة القانونية ليس بالعمل الهين ولا السهل، والنجاحات اللي وصلنا لها هي كانت نتيجة إرادة سياسية وطنية حقيقية وصادقة من الأعضاء في اللجنة القانونية للوصول لصياغة توافقية حتى ننتقل. طيب، ونعبر من هذه إلى أين وصلت المرحلة هذه اللجنة حتى الآن؟ اتفقنا الحمد لله على القاعدة الدستورية. هي طبعا أنت اللجنة لازم حد يعرف أن هناك فرق ما بين اللجنة القانونية في 75 واللجنة الدستورية المشكلة من أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب. اللجنة التي تشكلت بين الدستورية بين مجلس الدولة ومجلس النواب التي توصلت إلى اتفاق الغردقة، هذه كانت يعني مشكلة استنادا لاتفاق الصخيرات. اتفاق الصخيرات ينص على أن أي شيء محل اختلاف يتم تشكيل له لجنة من مجلس الدولة ومجلس النواب للوصول لحل توافقي بينهم. أما اللجنة القانونية هي لجنة استشارية تمد اللجنة الدستورية المشكلة بينهم بكل المقترحات التي من شأنها أن تسهل عملية إنجاز مجلس الدولة والنواب للقاعدة الدستورية. يعني أنت تعرف أنه أن 75 أساسا تشكيلهم جاء نتيجة يعني المختنق أو الأزمة التي حدثت في اتفاق مجلس الدولة ومجلس النواب بعد اتفاق الصخيرات وصعوبة اجتماع مجلس النواب بنصاب قانوني كامل. فالعمل التشريعي والمواد التشريعية تحتاج إلى عمل دؤوب ومستمر، فهم صعوبة اجتماعاتهم واستمرارهم في العمل التشريعي واجتماعات لجانهم باستمرار، هذه تعيق الانتهاء من صياغة أي مشروع أو أي قرار. أنت شفت حتى في منح الثقة للحكومة كانوا يعني 3 أيام مجتمعين على مضض وعلى قلق، وكانوا حتى أمام الإعلام يعني واضح أنهم متضايقين من مدة تواجدهم، لأنهم 7 سنوات تعودوا أن ما فيش اجتماعات وأن يتم شغلهم عبر الهواتف وعبر الاجتماعات الافتراضية. الله أعلم، أنا ما عنديش فكرة على طريقة اجتماعهم وأدائهم، بس اللي نعرفه أنهم ما يجتمعوش في اجتماعات يعني على تقنية زوم مباشرة، لا على اجتماعات مباشرة، بس توصلهم كلها عن طريق التقنيات الأخرى. احنا نفسنا يعني الآن مثلا اللجنة القانونية اجتمعنا أول اجتماع في 21 ديسمبر، والآن اجتمعنا اجتماع واقعي، كنا نجتمع اجتماعات افتراضية، يعني بصراحة اجتمعنا 3 شهور اجتماعات أو شهرين ونص اجتماع افتراضي للوصول لصياغة شبه توافقية حتى ننهي الاختلاف في تونس. كان بصراحة العمل مرهق، اجتماعات طويلة عبر الزوم، ساعات طويلة، يعني وصلنا حتى مرات ب4 ساعات متواصلة اجتماعات مرهقة وما تعطيش نفس النتيجة اللي أدينا بها
في ثلاثة اجتماعات في ثلاثة أيام اللي قعدنا فيهم الآن في تونس مباشرة. لأنها مباشرة بالضبط. يعني مهما كان الاجتماع الافتراضي ما يعطيش نفس النتائج يعني الحوصلة ما يعطيها لكش في اختلاف أنت تتكلم ما فيش فرصة تناقش زميلك ما فيش فرصة تجلس معاه ساعات محدودة وهكذا الكلمات موزعة بالدقائق مش زي الاجتماع يعني المباشر. فالحمد لله توصلنا لهذا الحل وهذه الفرق ما بين اللجنة القانونية والدستورية. احنا مهمتنا دعمهم وسندتهم وأيضا تنص الوثيقة على أن بعد 60 يوم إذا لم يبث مجلس النواب في القاعدة الدستورية تعود إلى 75 مش للجنة اللجنة القانونية إحنا 75 كلها نعم تعود لل 75 وأيضا حتى القاعدة الدستورية اللي تم إنجازها في تونس ستعود لل 75 للبت فيها نهائيا لنقلها لمجلس النواب. لكن يعني ما زالت ما تغرتش تقريبا هو هي اللجنة القانونية لجنة استشارية هي لجنة استشارية بس هي مشكلة من الأطياف السياسية الموجودة في 75 يعني مثلا أنا المواد كنت نشاور في بعض الأعضاء يعني أكيد شرايكم هيك شرايكم هيك فالخلاف مش إلا المواد الخلافية اللي مش عارفة تم إثارتها في الإعلام من بعض الأعضاء هي مش اختلاف طبيعي نتيجة اختلاف مشاريع سياسية يعني نشوف فيه اختلاف طبيعي هو فقط اللي سيتم مناقشته في 75 أما بقية الصياغة التي توصلناها توافقية هم 75 جزء منا وإحنا جزء منهم يعني هم الأطياف السياسية اللي إحنا نمثلها يعني القاعدة الدستورية اللي أنجزت إن التعديل الدستوري اللي عليه تتم مشروعية الانتخابات القاعدة الدستورية هي الصياغة للتعديل الدستوري يعني هي ما هي الصيغة السياسية المناسبة والقانونية التي يتم تضمينها في الإعلان الدستوري للوصول كشرعية قاعدة تشريعية شرعية للوصول لانتخابات 24 ديسمبر زي ما تعرف أنت أو المشاهدين إن اتفاق الصخرات يتوقف إلى الوصول إلى انتخابات إلى الاستفتاء على الدستور ومن ثم إلى مرحلة الاستقرار وانتخابات نهائية لمجلس النواب و يعني الانتخابات الرئاسية لكن هذا لم يحدث نتيجة الصراع والاختلاف الذي حدث بسبب الجدل القائم على صياغة الدستور والذي نعم أكثر أشياء تثير الجدل في لجنتكم ما فيش استفتاء قبل الانتخابات والانتخابات هو شوف هذا رأيي أنت عارف أن هذا من 2017 من مارس 2017 من يوم سلمت الهيئة مسودة الدستور لمجلس النواب كان في هذا الجدل في الشارع وما بين السياسيين الاختلاف على صياغة هذه المسودة يعني في من يقول إن هي بصراحة صياغة إسلام سياسي وفيها الكثير من المواد التي تسعى لأسلم الدولة مسلمة وكذلك فيها تهميش للمكونات وعدم تضمين حقوقهم لأنهم كانوا مقاطعين التبو والأمازيغ كانوا مقاطعين للجنة الدستور الأمازيغ طبعا لم يتم قطعوها من الأول التبو انسحبوا عندما لم يتم تضمين حقوق المكونات نعم. هذا الدستور هو من المفترض أن يكون دستور لكل الليبيين حقوق المرأة حقوق الأجانب حقوق المكونات في هناك ضعف في تضمين هذه الحقوق في المسودة فبالتالي يحتاج هذه المسودة تحتاج إلى التعديل المشكلة أن هناك من يرى بتقديس هذا النص ولكن يجب أن يعلم الجميع ليس هناك تقديس لنص قانوني التقديس فقط لكتاب الله كل اجتهاد إنساني من الجائز تعديله وقابل للتعديل العالم كله قاعد يعدل في دساتيرة نعم. دساتيرة اللي ليها يعني عشرات السنين فما بالك مسودة الدستور لم تخرج بعد من حقنا أو من حق كل معترض أن نتمهل في إخراج هذا الوليد أفضل من إخراجه بطريقة مشوهة يعني حضرتك تفضلي أن يكون الاستفتاء ومتابعته بعد الانتخابات
شوف أصلا الآن ليس هناك مجال للتفكير حتى نوحد مؤسسات الدولة. احنا نجحنا الحمد لله في الحوار ومجلس النواب تحمل المسؤولية. احنا يعني من أول الناس اللي خرجت على الإعلام وطلبت مجلس النواب بأن يتحمل مسؤولية الوطنية بأن يمنح الشرعية لهذه الحكومة حتى نتخلص من الإشكال القائم في الست سنوات الماضية بأن يقال هذه حكومة شرعيتها دولية وليس وطنية. الآن الحمد لله هذا تعتبر نقطة إيجابية ونقطة تحول إن تحصلنا على حكومة شرعيتها وطنية من مجلس النواب المنتخب من الشعب بغض النظر على أي جدل حول هذه النقطة وإن هو لي 7 سنوات وتجاوز المدة والاتفاق السياسي و المهم إن تحصلنا على النتيجة الإيجابية لحكومة منتخبة. طبعا ما نقدرش نقوله منتخبة هي انتخاب مباشر ولكن طالما مجلس النواب الشرعي هو منحها الثقة إذا هي حكومة ذو شرعية وطنية وهذا هو الشيء الإيجابي في الموضوع. توصلنا أيضا بذلك إلى توحيد المؤسسات ونتمنى أن هذا يتم بشكل جيد في السنة هذه وصولنا لكن يظل هناك مخاوف من أي اختلاف قائم لأن الشرعية الحقيقية يستمدها أي جسم من الصندوق من الشعب من الشارع. ما الذي يشكل خطر في هذه المرحلة يعني مرحلة التوافق السياسي نحن فيها؟ يعني مهما كانت شرعية 75 وشرعية 75 مستمدة من القرار 25/10 في مجلس الأمن باتفاق برلين واتفاق يعني الاتفاقات التي حدثت السياسية في باريس وبرلين وروما وأبرزها طبعا برلين لكن هي جاءت نتيجة اتفاقات سياسية بين أطراف الصراع ومجلس الأمن صدر قرار بهذا الاتفاق السياسي ما بين أطراف الصراع وهذا المهم لكن لا نستطيع أن ننسى أو نتناسى إنها غير جسم غير منتخب مهما يعني هم ناس وطنيين تنادوا للاستجابة يعني مطلب الشارع بتوحيد المؤسسات وإنهاء الأزمة العسكرية على الأرض لأن هم أطراف سياسية لا يمثلون أطراف عسكرية على الأرض. 75 هم أطراف يمثلون مشاريع سياسية مختلفة تنادوا يعني هم متطوعين لكن في نفس الوقت نحتاج إلى شرعية موحدة حقيقية تشريعية هي من توصلنا إلى وأيضا رئيس دولة منتخب من الشعب مباشرة يوصلنا لمرحلة استقرار قبل الوصول إلى المرحلة الدستورية ومرحلة يعني احنا نعتبره الآن في مرحلة تمهيدية قبل المرحلة مرحلة الاستقرار النهائي والانتخابات على أساس دستوري لكن المرحلة الآن تتطلب وصولنا إلى أجسام موحدة مجلس تشريعي موحد حتى أهم شيء يحل الإشكال الدستوري القائم بخصوص يعني الاستحقاق الدستوري لأن الآن في خلاف لو إن احنا بأي شكل من الأشكال قررنا حتى تشكيل لجنة وتعديل الدستور الوقت لن يسعفنا للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر انتخابات 24 ديسمبر هذا التاريخ خلاص أصبح قطعي اتفق عليه الداخل والخارج كل الليبيين ينتظروا في هذا الاستحقاق وكذلك الانتخابات الرئاسية التي هي من ضمن النقطتين اللي يعني أشرت ليهم الاختلاف ربما هذه النقطة الأهم التي يريد المواطن المشاهد والمستمع الكريم أيضا أن يفهم ما يثار حول الانتخابات يعني الرئاسية أقصد طبعا هناك وجهتين نظر أكيدة زي شوف اللجنة هذه جزء من الخلاف السياسي أو المشاريع السياسية المختلفة جزء من الشارع أيضا لأن المشاريع السياسية هي وجهة نظر الشارع فهي انعكاسات الاختلاف السياسي الليبي ففي وجهة نظر تقول بأن لا ينتخب رئيس الدولة إلا بدستور في وجهة نظر تانية تقول إن عمره مثلا أنا وجهة نظري
لم يكن يوما يرتبط الانتخابات، لم ترتبط يوما الانتخابات الرئاسية بأي مشروع آخر، لا بالدستور ولا بأي شغل، لم ترتبط. يعني مثلا في ثورات الربيع العربي، كل ثورات الربيع العربي تم انتخاب رئيس لدولهم، ويعني بتوازي مع الاستحقاق الدستوري، بالتوازي مع كتابة وصياغة دستور جديد. فليش ليبيا فقط اللي نشرط فيها إن الرئيس بعد الدستور، بعد صياغة الدستور؟ أساساً في المجلس الوطني الانتقالي لما صاغ الإعلان الدستوري، ولما جاء انتخابات المؤتمر الوطني في قانون انتخابات المؤتمر الوطني، لما جينا كان انتخابات الرئيس أحد الاستحقاقات للمؤتمر الوطني. كان عندنا استحقاقين، الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية، يعني كانوا مسارين مختلفين. بشكل أو آخر تم ضم هذا الاستحقاق للاستحقاق الدستوري، أصبح استحقاق انتخاب رئيس للدولة، اللي هو بصراحة مطلب رئيسي في ثورة فبراير. يعني أحد المطالب الأهداف الرئيسية في ثورة فبراير إن احنا ننتخب رئيسنا، إن احنا نمشوا للصندوق ونختاروا رئيس دولتنا. لكن هذا لم يحدث في ثورة فبراير. الدولة الوحيدة والثورة الوحيدة التي تم تأجيل هذا الاستحقاق وإقصاءه واستبعاده عن أهداف الثورة. كان طبيعي. من الطرف المستفيد من تأخير رئيس دولة؟ من كنا في المؤتمر كان مفروض هذا الاستحقاق يكون نتيجة الخلاف السياسي، أو نقدر نقول عدم بروز أن هناك من يلقي باللوم على التيار الإسلاموي بشكل أو آخر. لكن في البداية كان حقيقي هذا الكلام في المؤتمر الوطني نتيجة عدم بروز كاريزمات لدى تيار الإسلام السياسي، وتخوفهم من ظهور كاريزمة الدكتور محمود جبريل. كان هذا الاستحقاق الله يرحمه، نعم، كان هذا الاستحقاق مخيف بالنسبة لتيار الإسلام السياسي. وجود كثرة كاريزمات في التيار المدني تخيف تيار الإسلام السياسي من هذا الاستحقاق، لأن بصراحة هم إلى الآن ليس لديهم كاريزمات حقيقية من التيار الإسلام السياسي ممكن تجعل لديهم طمأنة في هذا الاستحقاق. فهم متخوفين دائما من الكاريزمات في التيار المدني بأن هي من ستنال أصوات الشارع. فهذا ما حدث في المؤتمر الوطني، هذه وجهة نظر خاصة. نعم. حتى لا نقول أن يعني الكثير، أن أنا وجهة نظري الخاصة هذا ما تم في المؤتمر الوطني تحديدا. أما ما حدث في مجلس النواب شيء آخر. مجلس النواب يعني كان مفروض احنا في مقترح فبراير تم تأجيل هذا الاستحقاق من المؤتمر الوطني وتأجيله لمجلس النواب. طبعا الصراع اللي كان أيضا في مجلس النواب وعدم اجتماعهم وعدم وأيضا الشارع في ذلك الوقت فقدت كل القوى السياسية ثقة الشارع في أن هي يكون انتخابات غير مباشرة لرئيس الدولة. تم تأجيل هذا الاستحقاق إلى انتخابات مباشرة، وما كان هذا بقرار من مجلس النواب، وكان هذا من الصعب تحقيقه في مرحلة سابقة نتيجة الاختلاف على الأرض. لكن في نفس الوقت في اتفاق الصخرات وعدم اعتراف الطرف الآخر الذي لم يعترف بمجلس النواب الاعتراف بهذا القرار لانتخابات رئاسية مباشرة، نعم، تم تأجيل هذا الاستحقاق مرة أخرى. الآن أعتقد أننا الآن في مواجهة الشارع لمواجهة هذا الاستحقاق، وهو أصبح مطلب شعبي بالدرجة الأولى ولا يستطيع أي إنسان التغاضى عليه. سنكمل الحديث، أخرج إلى فاصل، ومن ثم سنتابع ما كنت تتحدثين فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل ما تبقى من هذه الحلقة من لقاء خاص. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفتي معكم من جديد سيد هاجر القائد، عضو لجنة الحوار، وتحدثنا عن
في الجزء الأول من هذه الحلقة عن بعض الصعوبات التي تقابل اللجنة. طيب الموضوع اللي يهم الشارع والساسة، لما نجون بنحكوا على معايير الانتخاب بالنسبة للرئيس، معايير القانون الانتخابي، معايير الترشح للرئاسة، لأن الكل يعني السياسي يبي يعرف، المواطن العادي يبي يعرف، الكل يبي يعرف كالعادة. يعني نخلي سؤال طويل ونخليك تفضل استرسلي يعني في الجواب. هو لو تحدثنا يعني إن الموضوع هذا من المواضيع التي لم تحسم في اللجنة وتم نقلها للخمسة وسبعين، بس هنحكي على وجهة نظري الخاصة كسياسية يعني في ليبيا بصفة عامة على معايير الترشح حتى فيما حدث في الحكومة والمجلس الرئاسي. يعني في أشياء احنا يعني كسياسيين من واجبنا ان احنا نشرحوها للمواطن، حتى عندما يكون هناك توجيه للرأي العام، يعني هذا حق للسياسي مشروع أن يوجه الرأي العام باتجاه قناعاته السياسية. نعم. فبصراحة موضوع الجنسية المزدوجة موضوع في ليبيا غير عادل، وإذا أردنا أن نحقق استقرار سياسي وعدالة سياسية بين السياسيين في ليبيا، يجب أن نكون عادلين في تطبيق الشروط والمعايير. عندنا موضوع الرئيس، شروط الترشح للرئيس أو زي ما قلت لك للوزراء أو هذا موضوع شائك من بعد الثورة. ليش؟ ليبيا شهدت معارضة سياسية 42 سنة. نعم. كل المعارضين السياسيين للنظام السابق كانوا عايشين بالخارج في أمريكا وبريطانيا وما إلى ذلك وأوروبا. الكل تحصل على جنسيات أخرى. عندما نجحت الثورة وعاد هؤلاء المعارضين السياسيين ودخلوا للمعترك السياسي، أصبح يعني هذه المشكلة تواجه ليبيا. كل دولة لها خصوصيتها. نعم. وهذه أحد خصوصيات السياسيين في ليبيا، هناك من يعترض على أصحاب الجنسيات المزدوجة في تولي المناصب، وهذا يعني بدأت الرئيس بدأت المناصب السيادية متعارف عليه في كل الدول، عدم حصولهم يعني عدم ازدواجية جنسيتهم، أو في بعض الدول حتى زوجته ممنوع إنها تكون لا تحمل جنسية دولة أخرى أو إن هي من جنسية دولة أخرى. نعم. هذا في العامة في كقاعدة عامة. نجول الخصوصية الليبية، الخصوصية الليبية لما هم سافروا في الكثير منهم عندهم زوجات غير ليبيين، ولما أنت جيبي تحرم شريحة سياسية قعدت في الخارج 40 سنة مش أمر هين ولا سهل. فتم التحيل على هذه الفقرة بإضافة فقرة إلا إذا كان تحصل على موافقة أمنية، لأن القانون الليبي شنو يقول؟ يقول ممنوع، قانون الجنسية يقول ممنوع الازدواجية يعني ازدواجية الجنسية إلا بعد الحصول على موافقة أمنية قبل طلب الجنسية. هني النقطة، هني الفخ. نعم. الإشكالية لما عادوا المعارضين وانقسموا إلى تيارين سياسيين، فالتيار اللي قعد ديما مسيطر على الحكومة اعتقادا منه بأنه يقدر يعبر من المادة هذه، خذوا موافقة أمنية من وزارة الداخلية اللي هي الجنسية والجوازات والجنسية، موافقات أمنية بهذه الجنسيات المتحصلين عليها. فلما في تصور يعني 9 سنوات كل من تولوا المناصب بجنسيات تانية اعتمدوا على هذه المادة، يجي ياخذ موافقة أمنية من الجوازات والجنسية، الهجرة والجوازات والجنسية في ليبيا واللي هي تحت وزارة الداخلية، ويتقدم للترشح يقول أنا ينطبق علي شرط الموافقة الأمنية بالحصول على الجنسية.
بينما القانون يقول قبل ما تتحصل على الجنسية تاخذها الموافقة الأمنية، قبل طيب ما تتحصل على الجنسية. والمعارض كيف كان هيطلبها الموافقة الأمنية؟ ما فيش إمكانية إنه يطلبها قبل ما يتحصل على الجنسية في الظروف اللي كان فيها، هو مضطر في ذلك الوقت يتحصل على الجنسية. نعم. المشكلة مش هنا، المشكلة إن هناك تيار، حتى لو قلنا مثلا درنا الصياغة هذه فهمت زي ما نقولوا حمالة أوجه، وإن فهموا إن هي إلا بعد إلا من تحصل على موافقة أمنية، واخدوها هم بفهمهم هم إن تحصل على الموافقة الآن بعد الثورة، هم يقولك أنا كيف بناخدها؟ صح كلامك منطقي، يقولك أنا كيف بناخدها؟ أنا كنت معارض سياسي، كيف يعطوها لي النظام السابق؟ ما يعطوها ليش؟ فهم داروا الموافقة الأمنية بعد ما روحوا من بعد الثورة، وقالك هذه المادة تبي تعديل، قالك لازم تديري موافقة أمنية توا، يعني ياخدها بعد الحصول على الجنسية. المشكلة مش هنا، المشكلة في فخ آخر، إن في طرف كان مسيطر على كان في صراع في ليبيا، ما فيش حد يقدر ينكر إن في صراع سياسي قائم 7 سنوات في ليبيا. صحيح. وكان وحتى قبل 7 سنوات كان في طرف مركز على هذه النقطة، وكان يتحصل على موافقة أمنية من وزير الداخلية، لأنه وزير الداخلية يتبع للتيار اللي هو فيه مثلا، بينما الطرف الآخر لم يتحصلوا على هذه الموافقة الأمنية. يعني هنا ما فيش عدالة، واحد من اثنين، ما فيش ازدواجية جنسية بموافقة أمنية ولا ما فيش موافقة أمنية، ولا هذا الجدل القائم. أنت الآن في اللي يقول لك أنا أصلاً ما تقدمتش على جنسية، أنا خديتها اكتساب لأنني مثلاً أمي أجنبية، أو مثلاً خديتها اكتساب لأن أنا نولدت في أمريكا، والقانون الأمريكي يمنح الجنسية الأمريكية بالولادة، ما يعني أنا ما خديتهاش. فهمت كيف؟ فهمت المبرر اكتساب. يعني يقول لك احنا يقولوا الا اللي خدي جنسي، يقول لك انا ما خديتش، انا خديتها اكتساب. فهناك اشكال كبير الان في هذه الماده، في اختلاف وجهات النظر فيها. فاما قطعا اي حد عنده جنسيه موافقه امنيه، ما فيش موافقه امنيه، في اكتساب، وهذه الماده تفصل، لان هذه الماده راهو ان نتبع فيها من ايامات المؤتمر الوطني في اشكال عليها، في من كان صادق وللأمانة حتى تقدموا يعني سحب جنسيتهم، وبعدين في اللي من رجعها وفي اللي من ما قدرش يرجعها، في سياسيين كانوا صادقين يعني سحبوا حتى جنسياتهم اللي كانت عندهم سويسرية ولا أمريكية ولا إنجليزية، وبعدين تقدموا مرة تانية ولا ما نعرفش، عندهم الحق يتقدموا بعد ما يطلعوا من المنصب، عند الحق يتقدم مرة تانية للجنسية يرجعها فيه في أوروبا هيك وأمريكا، إنك أنت تتقدم بإعادة الجنسية. فهذه نقطة يجب حسمها بشكل عادل، حتى الإقصاء أو العزل، العدل في العزل عادل، يعني أنا لما نعزلهم كلهم ونكون عادلة، أما أنت كنت مسيطر وأنا ما كنتش، أنا كنت معارضة ليك، يعني مثلا الفترة الماضية ما تحصلش عليه موافقة، وأنت كنت مسيطر على الحكومة تاخذ موافقة، أنت عندك الحق تخش في على رئاسة ليبيا وأنا ما عنديش الحق. وين العدالة اللي نبوها؟ وين الاتفاق السياسي اللي نبوه؟ وين التوافق اللي احنا توصل عليه؟ كانت هذه نقطة مفصلية يعني؟ أنا بالنسبة لي هذه نقطة مفصلية طبعاً، طبعاً نقطة مفصلية. طيب. إما يتم تقدير الموقف باعتبار كمرحلة، هذه نحكي لك أنا توا ما ندويش على مرحلة الاستقرار بعد الدستور، هذاك في شروط ينص عليها الدستور القادم، أنا نحكي لك الآن كمرحلة انتقالية أو كمرحلة تمهيدية لمرحلة المرحلة النهائية الاستقرار النهائي، نحكي على المرحلة 4 سنوات هذه اللي حنديروا إن شاء الله انتخاباتهم في 24 ديسمبر، باعتبار إن لكن مرات لما تجي السلطة التشريعية إن شاء الله القادمة مرات تعدل هذا القانون، تدير فيه تعديل مثلا تراعي الظروف إن كانوا هادو المعارضين كلهم كانوا ما يقدروش يتحصلوا على الجنسية في عهد النظام السابق، فشان تدير لهم تغير مادة القانون النص القانون وتقول أن يتحصل عليها يعني بعد كذا، وتلغي كل الموافقات قبل التوافق وقبل توحيد مؤسسات الدولة وقبل التوافق السياسي، تلغي الموافقات السابقة وتقول إن مثلا من السنة هذه عندهم 4 سنوات يصفوا وضعهم القانوني فيها، كل من تحصل على الجنسية يسوي وضعها القانوني في مرحلة التوافق هذه إن شاء الله، المرحلة المؤسسة الموحدة التشريعية ومرحلة رئيس الدولة يسوي وضعهم ويخشوا مرحلة الاستقرار بوضع قانوني موحد ومساوي ما بين كل الليبيين. طيب معايير الترشح بعد
ازدواج الجنسية، شو المعايير الثانيات؟ عندنا هذه أعتقد في معايير الترشح تعتبر أكثر حاجة مثيرة للجدل، هي نقطة طيب الجنسية. الجنسية طبعاً. السن. لا السن أعتقد إنها سن مناسبة يعني. من إلى ما فيش مادة حددت مثلاً أنا نبي نترشح. ما نعرفش، لكن أعتقد يعني سن 35 سن مناسبة للترشح أعتقد. ما فيش أقل يعني من هيك. فيش مادة تنص على ذلك. ما نقدرش نقول أن كل القاعدة الدستورية قبل نشرها علنا، بس التوافق يعني على 35 يعتبر أعتقد شيء جيد وكويس يعني في. طيب. لأنه هو منصب تنفيذي، مناصب التنفيذية، والمعايير بالنسبة للمناصب التشريعية طبعا حينص عليها المعايير العامة اللي حطيناها في القاعدة الدستورية اللي طبعا نتكلم عليها. طيب. اللي هي حتكون انطلاق القانون الدستوري يعني. المرأة والشباب أكيد في تركيز عليهم في الاتفاق السياسي وفي اتفاق الصخيرات، وفي الاتفاق السياسي الآن الحوار السياسي تم التركيز أكثر على نقطة المرأة، لأنني ديما نقول حتى في مؤتمرات المرأة في المشكلة مش في التشريع، المشكلة راهو في التطبيق. يعني الاتفاق السياسي نص على 30% من الحكومة للمرأة، لكن جاء رئيس الحكومة ما فيش، مادام ما فيش شروط جزائية أو أي شرط جزائي على أي سلطة من يعني أو أي جسم يقصي المرأة أو أي شخص أو مسؤول أو رئيس لن يطبق. هي مادة ما فيش عليها عقوبات، يعني هي تعتبر بمثابة مقترح. هم يقولوا إن مفروض، لكنهم ما يقدرش حد يفرض عليهم يطبقها. زي مثلا في ليبيا مثلا في عدة قوانين، قانون مثلا إشكالية التطبيق، في قانون في الأحوال المدنية نفس الشيء، في الطلاق والزواج، في الحضانة، في هلبة أشياء مشكلة التطبيق. وأكثر صعوبات لما اشتغلت في المؤتمر الوطني في لجنة المرأة كانت أكثر صعوبات تواجه فيها في المناطق الداخلية القبلية. هذه كانت مثلا القانون يعطي الحق للمرأة، لكن نتيجة المسؤول اللي محطوط في هذاك المكان هو قريب زوجها اللي من نفس القبيلة ولا من نفس المدينة ولا من نفس المنطقة يعيق حق تلك المرأة. إذن عندنا مشكلة في التطبيق، يحتاج إلى لوائح تنفيذية صارمة وعقوبات تقع على من يعيق تطبيق القانون. هذه هي الإشكالية في موضوع حقوق المرأة ونسبة المرأة. بصراحة احنا شوية صارمين، و ما شاء الله عندنا نساء يعتبروا من أقوى النساء السياسيات في 75 بدون مجاملة، وقامات سياسية وقانونية، فكانوا صارمين في صياغة المادة اللي تخص 30% في إن شاء الله في الانتخابات التشريعية القادمة حتكون. وهذه مهمة جدا. ليش نقولك مهمة؟ لأن المجلس التشريعي هو الذي يعدل ويصيغ القوانين، فالأولى أن نهتم به أهم شيء في تمكين المرأة سياسيا. يعني لما نحط 30% بعدين هي تتكفل بصياغة القانون اللي مكن المرأة سياسيا في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ومثلا في كل القوانين الليبية، ويحقق حقوقها يعني يضمن حقوقها بشكل يعني حتى في اللوائح لازم ننزلوا من مستوى القوانين لمستوى اللوائح، لأن القانون لو ما فيش لائحة تطبيقية وعقوبات على عرقلة التنفيذ يعني كأن لم يكن. فركزنا على نقطة المرأة وكذلك طبعا الشباب، باعتبار أن شوف أي مشروع لا يهتم بالشباب هو، أنا نقول لك موضوع المرأة والشباب كثير فيه الكثير من المتاجر، أصبح يستخدم في الدعايات الانتخابية فقط للأسف، هو متاجرة. أنا ما فيش واحد جانا في رئاسة الحكومة ما قالش أنا حنطبق 30%، لكن أنا نعرف كنت وقتها ما فيش حد حيطبقها. أنا نعرف إن هي
سلعة للمتاجرة في هذا الوقت، لكن بصراحة اللي ما يحطش المرأة والشباب في مشروعه هو إنسان لا ينوي الخير بليبيا. نقولك علاش؟ الدول المجتمع دول المجتمعات ودول العالم الأول لم تتقدم إلا ما عندما أولت أولوية لحقوق المرأة والفئات الخاصة، وإن لم يهتم السياسيين بحقوق المرأة وبتطوير تمكينها القوانين بشكل يمكنها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في كل يعني في كل نواحي المجتمع، بصراحة حنطولوا في إن إحنا أوريدي من المجتمعات العتيقة وكل الدول العربية من المجتمعات العتيقة، لكن حنخشوا في العمق أكثر. هذا إذا تحدثنا عن المرأة وعن الشباب والمهجرين النازحين، هذا موضوع آخر. والمكونات المكونات موضوع آخر، هذه موضوع حق أصيل في حق المواطنة، مش جميل حد، هذا حق أصيل لكل ليبي من هذه المكونات في حق المواطنة. أنا نستغرب أنا بصراحة لما يجي سياسي ويقول شن تبوا أعطيناكم شن تبوا علاج احنا مش المكونات مش ليبيين، ولا شن تبي المرأة، ولا شن تبي شن المكونات شن المرأة، هادم حق أصيل في المجتمع. المكونات يعني لما تتكلم على المرأة تتكلم على نصف المجتمع، لما تتكلم على المكونات بدون جميل حد. وأصلا موضوع حق المكونات من المفترض إنه هو غير قابل للنقاش، لأن أنت إذا كان أنت مكتفي بحقوقك في ناس تانية تتألم لعدم حصول على حقوقها. احنا قاعدين نتكلم عليه أب يبي يمشي يسمي بنتها على أمه، مرفوض في السجل المدني اسم أمه مرفوض، يعني ألم ما بعدها ألم. وكل ما يجي وزير مثلا رئيس هيئة سجل مدني أو مسؤول يجي والله يخطر له الصبح ينود والله ممنوع اسمها الغير عربية، انت علاش انت مش عايش في ليبيا؟ ما تعرفش ان ليبيا هي فسيفساء رائعة لمكونات فيها، وان اجمل ما فيها ليبيا هذه الفسيفساء، باش انت تمنعنا من هذا التنوع الثقافي؟ احلى حاجة لما تكون في وطن فيه تنوع ثقافي، يعني تتكلم لما تتكلم على هوية وطنية متنوعة، يعني انت تتكلم على ناس يعني ناضجين فكريا، على ناس متحضرين مندمجين مع بعضهم رغم ان ثقافتهم مختلفة ولغاتهم مختلفة، هذا دليل التحضر في المجتمعات الثانية. انت تتكلم على تنوع ثقافة، تنوع فكر، تنوع لغة، تنوع، وفي نفس الوقت في اندماج ومحبة بيناتهم، يعني في شعب راقي. ليش انت تبي تكون عقبة في هذه الهوية؟ هذه اصلا هوية ليبية، انت مش من حقك تقول أنا بنحجر الهوية الليبية في مكون واحد مهما كان هذا المكون، حتى لو كان هو المكون اللي أنا أنتمي منه أنتمي إليه. أنا طبعا نصي عربي ونصي أمازيغي وأنا ديما نفخر بها هذه، لكن أنا ديما ومرأة عشان أنك تحكي عن مكونات وعن مرأة حسيتك متحمسة فقصدي أنا ديما نقولهم مش من حقكم تقمعوا حقي، حق نصفي الأمازيغي، ويعني أنا نصف العربي راضي ويجي نص الأمازيغي مش راضي، لا أنا مانيش راضية. إذن لازم النصفين، أنا لما نتكلم كسياسية على وجهة نظري، وفي نفس الوقت التبو والتوارق نفس الشيء، وأنا يقولوا لي أيضا في حقوق أقاليم، وأيضا هناك حقوق أقاليم. يعني شوف أنا راح خليني نقول لك، أنا سياسيا مش من أنصار هلبة تقسيم ليبيا فكرة الأقاليم، أنا نراعي فيها وديما نقول فيها في الحوار رغم أني يعني من أشرس المدافعين. يقولوا أن وجهات نظرهم مش تقسيم ولكن مطالبة بحق الإقليم فقط. شوف العدل في توزيع الثروات المؤسسات. أنا ما كنتش نتمنى ليبيا توصل لهذه المرحلة، أنا كنت نتمنى أن الموضوع هذا حق بدون ما حد يطالب به في كل العالم.
المدن التي يعني عندها ثروة أكثر من الولايات الأخرى، أو ما نعرفش النظام الكل حسب نظام كل دولة، يعني حسب كومون أو ولاية أو محافظة أو كذا، هم عندهم حق في ثروتهم. هذا حق طبيعي، هذا حق مش مكتسب. ليش احنا حولنا الأزمة في ليبيا لين أصبحت حق؟ طيب أنا الوقت نعم الوقت أصبح يدهمني، ولكن في نقطة أخرى أريد السؤال عليها، وسمعت بأن هناك اختلاف حولها، ولكن سأسألك عن وجهة نظرك. القسم الذي سيقسمه الرئيس القادم. شوف حاجة، القسم هذا أنا نشوف فيه لله والوطن، وجهة نظري الخاصة. أنا فبرايرية وأفتخر أني فبرايرية، ولا يمكن أن أتنصل من هذا. أنا نعتبر في فخر مهما كانت أخفقت فبراير وفيها عيوب. كل نظام سياسي له عيوب. على الأقل أنا أتحمل مسؤوليتي التاريخية في أنني كنت ابنة فبراير، أو أنني مريت بظروف وضعتني في هذا الإطار أنني نكون فبرايرية، بحكم معارضة والدي، سجنة، وفاة في بوسليم. أنا ولدت في هذه البيئة المعارضة، فأنا وجدت نفسي مش اختيار مني. في فرق بين أنك تختار لمصلحة سياسية، وفي فرق بين أنك أنت تلقى نفسك غير مختار، أنت في مسير منطقة غير مخير يعني. بالضبط، أنا مش مخيرة في أني نكون فبرايرية ولا مش فبرايرية. أنا نتيجة وضعي السياسي والاجتماعي ووالدي، أنا لقيت روحي في هذه البوثقة، لقيت روحي في هذا دائرة فبراير. إذا أنا مش ممكن أني نتنصل من هذه الدائرة بعد هذا الوقت، لكن في نفس الوقت ونفتخر أني كنت جزء من هذا التغيير، وإن كان لم يكن كما كنت أتمنى. وأنا نعرف وكل يعرف أن فبراير سرقت، لكن اليوم وصلنا لمرحلة صراع 9 سنوات. 9 سنوات من الصراع الدموي، كفانا دم، كفانا اختلاف، لابد أن نلتقي على كلمة واحدة. يعني نقطة القسم لابد أن تكون لله والوطن. وعندنا جارتنا مصر وتونس والكثير من الدول اللي كانت فيهم ثورات الربيع العربي، والآن يقسموا بالله والوطن. أنا نشوف أن ليبيا قبل الحوار الوطني ليست مثل ليبيا بعد الحوار الوطني. يعني إحنا قبل الحوار راهو مش زي بعد الحوار، رانا اختلفنا اختلاف دموي 9 سنوات. يجب أن نضع ليبيا نصب أعيننا والمصلحة الوطنية العامة فوق رغباتنا الخاصة. أنا كابنة فبراير والله كل يوم نبي نحلف بها، لكن من التزم في 9 سنوات بأهداف فبراير؟ من التزم بأهداف فبراير؟ حتى اللي جوا في المجالس الانتخابية اللي قسموا بأن هم سيلتزمون بأهداف فبراير، وأهم هدف فبراير من أهداف فبراير هو التداول السلمي على السلطة. وين التداول السلمي على السلطة؟ لو نبوا ندخلوا لمرحلة توافق جديدة، يجب أن يتم احتواء الجميع، وألا تحسب ليبيا لأي فئة أو شريحة سياسية دون عن الأخرى. ولازم ننسوا الماضي وندخلوا لمصالحة وطنية حقيقية وسلم اجتماعي حقيقي، وتكون ليبيا هي فوق الجميع، ليبيا للجميع وبالجميع. ليبيا مش يعني يا أنت، ليبيا أنا وأنت. أصل معك إلى آخر هذه الحلقة التي أشكرك مجددا على قبولك دعوة القناة سيدة هاجر القائد عضو لجنة الحوار. إذا مشاهدين الكرام، كانت هذه حوصلة مع سيدة هاجر القائد عضو لجنة الحوار. أتمنى أنني كنت بابا للإفادة والاستفادة. حفظ الله ليبيا، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.